عود خليني كفي لك القصة أخي. بعدين بسمع بعدين. حاسس حالي تعبان شوي. بقى معلش إذا فتت نمت البيت بيتك. إيه شو عليه روح ارتاح حبيبي. بعدين إذا حاسس حالك تعبان بتلفن لك للدكتور صادق ولا صرمة. لا لا أختي إرهاق إرهاق ما في حاجة للدكتور صادق. يلا تسمعوا على خير. وأنت من أهله. نطم السهرة. لا تقبرني انت روح نام واتطمن انا ما بطلع من هون لنيمه حتى لو تاخرت لي شوي بتلفل ابو حمدي يجي ياخذني ان شاء الله الهي معافى تقبر قلبي يبعت لي حمه عليك يا اخي يبعت لي حمه يا على عيونك شو بتضل بتتكركر المسكين زعلان على روحتها اي والله صعب عليك يا اخي العين تطرقني اصيب بصدمه عاطفيه شو صدمة عاطفية أنا يمكن أن تجوز عتي المهم اللي كفينا شو صار بعدين هلا أمه بدي روح أغسل الفناجين والكاسات وبعدين كفيكم إيه ما قلتوا لي وين كنا كنا بعد ما طلعتي من هون وقعدتي تفكري أكيد جابكم يعني؟ إيه. طيب يلا ها يلا بقيت لحالي هالبنت يلي اسمها رمزية أكيد في وراها قصة وصلت على البيت لكن قبل ما أدخل جبالي مين أبو عادل رئيس المخفر قمت رجعت فورا مثل هون وهنيك الحمد لله لقيته مو رايح الغدا حكيت له القصة من طقطق لسلام عليك وعطيته اسمه نادى لواحد شرطي وقال له خد هاي اضرب لي في شي تحت
لسه ما كملنا شرب القهوة إلا إجا الشرطي وقال له سيدي هذه هربانة من جوزها. قلت له بس نادوا له خليه يجي ياخدها من بيت أخي. مو تاري جوزها بطرطوس لبين ما اتصل فيه أبو عادل وأخد ورد وعطى معه أخدت وقت الشغلة. قام لقى قال له لقينا مرتك تعخدها. قاموا اتفقوا إنه يلتقوا المساء. بس يا عمال خلاص الحاصلوا. مريت على المخفر قلت لحالي بيكون وصل جوزة بجيبهم وبجي قمت لقيته مو وصلان. قلت له يا أبو عادل أنا رح أسبقك لما بيجي جوزة جيبه والحقوني. قام أبو عادل الله يجزيه الخير بعت معي شوفور مشان يوصلني. شفتوا ما ضاعت فيه الترباية. مو مثل بعض جماعة طول ما لهم قاعدين بيعملوا معي مقالب يا لطيف. مع إنه كنت أنا قاسي عليه كتير لما كان تلميذي. وصلت لعنا عندي وبعدين شو صار؟ اللي صار كلكم بتعرفوا. لما اجى جوزها لحقني واخدوها وراحوا. لا والاحلى من هيك كل ما بسألها بتقلي مطلقة. قال بدها تلعب علي. قال لك ما لها عرفانة مين انا. المهم عمتي خلصنا منها وخلصنا البابا. بس يقبرني شفتوا شو صار فيه بعد ما راحي. كمد واحترق قلبه. يمكن اتعلق فيها مثل ما بيقول المثل أعزب دهر ولا أرمل شهر. لكن هي الدرسانة حلوة وما بشي وعرفت تلعب عليه غناجة. إيه أنا لو ما أرجيت الوش التاني كانت لعبت عليه. الله يعينك يا أخي. صعي صبحي وانت ربحي إجا وقتها أني فاتحكم فيها. ليش بدكم تحكموا على أبوكم بالعذاب ويضل وحيد طول عمره؟ ليش؟ بكرة أنتوا سنتين ثلاثة رخار بتكبروا وبتتجوزوا ويضل هو بكبرته ما في حدا جنبه ولا حدا يراعي. ليش عم تطلعوا ببعض؟ شبكوا ما تردوا. طفي طفي يا التلفزيون ما في شيء. خلص خلص رح اوطي لك الصوت. المهم هلا شايف عمتك رجعت تزن على جوازة ابوك مسكتنا من ايدنا اللي بتوجعنا. ولا انت دغري بتوافقها؟ غصبا عني ربحي غصبا عني. ما شفتها شلون حشرتني بالزاويه وما كانت تفلتني لحتى قلت لها معك حق. وكمان هي حاولت معي بس قلت لها بحاول فكر. يا سيدي شو هالمشكلة؟ المهم هلا شو شو بدنا نعمل؟ لك شو على ما ضربك؟ مستحيل نخليها تجوزه. لا انت لك رأي تاني؟ لك لا لا رأي تاني ولا رأي تالت. انا معك على طول الخط. لك حاجة تنقل بهدش طخ 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 نواختني لك ازاغ عيوني شباك. بركة نشوف شي شغلة نتفرج عليها بعدين انت طلع فيني. ده طلع فيه. ايه هي 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 تركها تركها هون منيحة. ايه ربحي نحن لازم نحتاط. يعني عمتك رجعت تفتح الموضوع القديم تبع الزواج مع ابوك وابوك يعني وضعه هلا مو ظابط رح يضعف ويوافق. مو بجوز يوافق اكيد حيوافق وخاصة بعد ما طبس. رمزية ليه؟ يا لطيف شو ها؟ ما شفته شلون يعني حرد وفات على غرفته حتى الموضوع ما بده يسمعه من عمتي. ايه هلأ إذا هي عبتخطط نحن كمان منخطط. بس بالأول متركة شوف نشوف شو بدها تساوي بعدين على اللي شي هي بدها تساوي بنغزل عليه. مو عساس لغيتون هدول المحطات. على عيونك. ايه ابو حمدي كلية نصفيحة نص بندورة ونص بلبن. وهات لك معك كلية اللبن. لا ولا الا كيلو بيكفي. ايه كونوا عندي هون الساعة تنتين تنتين ونص. ايه قلت له لاخي هلا قبل ما يطلع على شغله قلت له اليوم انتم معزومين عنا.
قال لا مو قدرة. قلت له اللي كان منعزمكن عنكن هون وبخلي أبو حمدي يجيب لنا نصفيحة. ولي على قامتي ولي على قامتي يا أبو حمدي، وشه سالت ومصفر تعلق فيها. ايه بس معه حق، صلى مرته قريب السنة متوفية. شو أبو حمدي كان يتجوزها؟ بالله لا ما حبيتها منك، هي يتجوز شغالة؟ وبعدين حبيبي طلعت من الجوزة يا أبو حمدي أفندي. ايه خلص ما بيمضى هالشهر إلا وبيكون خطبت له وكتبت له كتابه. المهم بدي همتك اليوم معي، يعني ما لنا تاركينه نحن الاثنين ليقلنا موافق اخطبي لي يا أختي. لا وهلا وقتها أبو حمدي، وقتها بعد قصة رمزية. لك ايه رمزية الشغالة شبك؟ الأولاد؟ لا لا يكن لك فكرة يتركون علي. بعرف لا مالي معتمدة على حكيهم معي مبارحة، بعرفهم بيقلبوا أواه. وبعدين هذا ربحي، هذا اللي اسمه محراك الشر، ما قال لي ايه. وصبحي ان شاء الله بيقبر قلبي، هذا بيندفق أوام قلبه طيب، ومين ما قال له قوم لنحش بيقول له قوم للرش. وينك أبو حمدي؟ لك سكوت، محضرت لك نقفة دين شغلة تخليني أنا وياك احكي مع أخي بكل راحة. إن شاء الله بتشكل قاسي، وأبو حمدي تشكل قاسي، لونك لون الحبل قاسي، والله لحطك على راسي وغني لك شي غنية. ايه تقبرني تنتين ونص. ايه يلا لا إله إلا الله. لك اتركني تعبانة إن شاء الله. بيامتك انه ما في مرة بيجي فيها لهول بلاي الاصر رح يقطع نفسي ورح يوقف قلبي كمان كله بطلعت هالدرج. اي الله الحكي بيناتنا، انت اللي بتخاف تطلع بالاسانسير بتحب طلعت الدرج. محمد جادي عالية، هات عنك هات يسلموا هالايدين. شو هذا اللي جايبه؟ فضلت خيركم شوية تفاح وشوية برقان وهذا سطل اللبن اللي وصلتيني عليه بالتليفون. وصفيحة انت جاية؟ صفيحة يا ستي اتفقت انا وبراتي تبع الصفيحة ما غيره انه يبعث لنا بين التنتين والتنتين وربع. إيه؟ يعني انا جيت اخوك. ايه الله يعطيك العافية. الله يعافيك. لا تكوين شكرية شكرية يا حبيبي. فهم لا لا بشوفك بالبيت ولا بشوفك هون كمان. ليش يا حبيبي ما لا تاخذني؟ تعال طيب الشرع تعال الله. ايش هالبردانات الظراف اللي جايبناهم؟ ان شاء الله بيعيشوا الايدين على هالمسواق. لسه التفاحات شو فيهم احلاهم يا عيني عليهم. هذا تفاح ستاركن ممتاز نوع اول كيلو 75 ليره. شو وين الاولاد لسه ما اجوا؟ لا ايوه قاعدين باوضتهم لاطيين ما ادري شو عم يدحدحوا. وينك محمدي؟ شو فيها اليوم؟ بدنا نحكي، لازم نحكي، مو مثل كل مره تعملي لي بعدين بعدين بعدين. يا على عيونك انت، شو وقفك هون؟ ما تروح لعند اخواتك؟ لا لعوني لسه كل واحد بيقلاني جنن. تا حبيبي تا عيوني تا يا فتحي تا حبيبي تسلم لي اعطيني بوسه من راسك. تسلم لي يا فتحي. لا حبيبي لا ليش عم تبكي؟ لا اشوف شواربك خط وكبروا ما شاء الله. لا تبكي فتحي، انت سقط من عيني من لما فسدت علي لاخواتك، وانت بتعرف يا عمتي قديش انا بحبك وبعزك. خلاص عمتي تبت ما عاد افسد. وينك محمدي؟ نعم. يعني ما قلتي لي شو ناوية تعملي؟ لك هلا اصبر علي شوية. تاكل لك تفاحة؟ سبقتك اكلت واحدة على الطريق. اي والله منظرهم بشهي. الله وطيبين كمان. أجل الأربع لديه ثلاثة أولاد ذكور يحتاجون إلى مربية ومدبرة منزل حسنة السيرة والسلوك، ويفضل بأن لا تتمتع بأي صفة من صفات الجمال. لمن تتمتع بهذه الصفات الاتصال على الرقم تبع بيتنا بين 9 و1 صباحا. حلو، مين كتب لك ياها؟ تساعدت أنا وتبع الإعلانات بالجريدة عليه. حلو،
حتطلع بالجريدة يعني؟ بكرة دفعت 450 ليرة شرف قاسمني. هالشهر ما معي مصاري. خلص إلك معي 225 ليرة بس قبض مصروفي الله وكيلك برجع لك ياهم. ولك دب؟ أنت مو دب كبير؟ شلون جتك هالفكرة؟ مو أنا عبادوس بالخطة من امبارحة بالليل؟ اليوم قاعد طول الوقت بالمدرسة ومخي مو مع الأستاذ، ولا طلعت براسي قلت لحالي لازم نلاقي شغالة بدل رمزية اللي راحت، ومنه ما مترك لفرصة لعمتي تحكي بقصة الجواز. عملت حالي ورحت لعند المدير وقلت له انه ابي مرضان واخواتي اتصلوا فيني. وقف 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 شوي. شو قلت لي اتصلوا فيه؟ كيف؟ المدير عمل نفس الهبلة تبعك، بس انا كنت محضر حالي قلت له انه اخواتي حاكوني على موبايله لخلدون لانه انا عاطيهم رقم اذا كان في شي طارئ. وبعدين؟ ولا قبلين سمح لي، حملت حالي ورحت على الجريدة. قالوا لي على الباب لوين رايح؟ قلت لهم بدي احط اعلان. عم بعتوني على تبع الاعلان وقرط علي 15 ليره لانه طلع الاعلان ب 435 ليره. مالك بالطويل، المهم كتبنا الاعلان وقال لي انه رح ينزل بكره. فشو رايك؟ فكره منيحه كثير. بس حيوافق ابوك؟ لا تخاف على عزمي، بتعرفه يعني هو بعصلجه اول شيء بعدين بيوافق. المهم بدنا شغاله بالمواصفات اللي بدنا اياها وما تاثر على امن البيت. امن البيت؟ شو؟ ليه بتجيب هالمصطلحات انت؟ يعني انا بعرفك دب كنطيك، يعني احيان هيك شوي على هبلة تعطي. شو امن بيت؟ امن مجتمع؟ امن؟ بس برافو عليك. شكرية شكرية لك شكرية لك طلعوا الجيران بتفرجوا علينا هذا مش بتوا فينا شكرية لك جبت الصيحة ما أكلت بدا يا شكرية تفور ما بتحكي لا كلمة خلص توب يا يا الله عيونك لك كل بحد وبيت السلطان خيله الخنسة مدرسة فوق تعال خلص بقى انت وياه يا على عيونكم يا صبح اشتهيت لك هذا من ايدي لا تردني خايب ها بزعل منك ابو صبحي اقول لك كل الارز بس لك يا صغيري قلت لك شبعان بس ما راح خجلك شو شبعان يا ابو صبحي اذا مالك شبعان ما اكل شيء كل اللي اكلته بتقراص شايفك انا ابو صبحي شايفك لك نفسي مو قبلان الاكل وحاسس حالي انه شبعان هلا خربت الدنيا ابو صبحي شو ها؟ ابن عمي مو هيك الدنيا؟ اي وقت كانت بالرحومة الله يرحمها ابو حمدي ابو حمدي مو وقتها تقبر عيوني يا اخي تقبر عيوني الهي يرحم ابوك بس الارض الله يخليك رح اكل اختي لانه حلبتيني بلحمة ابي بس وينك اختي الله يوفقك انت وجوزك لا تضغطوا علي بالاكل انا لا عبد الدلال ولا لي خجلان بس حاسس انه
وصل لك لهون لحلي. لا خلص تقبرني خلص، ما عاد حدا يحلف عليك. شو محمدي؟ شو ما صار لازم يحكي بقى؟ لا نحكي لك بعدين. قولي علي قامتي علي. يا لطيف يا لطيف يا لطيف، بسيطة بسيطة انكسر الشر. بعده على الكرسي. مالك يا محمدي؟ اسرع مالك يا مالك يا مالك يا صحي. يلا 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 يلا. شو في اختي انت وجوزك؟ في شيء؟ لا لا ما في شيء اخي. صبحي رجع لمحلك حبيبي. يلا وكمل اكله. اكلت اكلت انا عندي طيبين كثير. الله يسلمك. صحتين وعافيه ان شاء الله. الف انا وعافيه كل من اكل. يلا انا رح امص لكم هالبردانه. الله يرضى عليك ابو حمدي. يا صبحي كل وحده هالقد قدها، ولا التفاحات الستاركن الحمر يلي بيشهوا الاكل عم يقرشوا قرش. اختك شكريه لما جبت التفاحات وجيت لهون قبل ما يجي جير الفران بالصيحة ما استنيت، مدت ايدها وهرشت واحدة هرش. هلا بدور ابو صبحيه تفاحات طيبين كثير كثير تعرف، وانا حاملهم وجاي لهون كمان. انا ما قدرت قاوم، مسكت واحدة وقفت على سبيل مي، غسلتها غسلتها وهرشتها هرش. ما كان في لزوم صهري، ليش عذبت حالك؟ ولو ما في عذاب يا ابن عمي. ملاو مغسل لك يعني. طمنا يا علي، صار له شيء عصاك ابو حمدي؟ تعال يا عم شوي. ايه حاضر يا انستي حاضر. فتحي قوم لحقوا بسرعه واسمع شو بدهم يحكوا، بعدين تجي لعنا وتخبرنا. يلا بهدلته هديك البهدله. على مالك قدران تستنى شوي؟ هيك الاولاد بيسمعوا، ما شفتهم كيف كانوا عم يطلعوا ببعض وعم يتكركروا؟ هي حسوا عليك يا لعيونك شو بصلتك محروقه. المهم بعد ما بهدلته اعتذر له وقال له والله مو بقصدي يا ام حمدي، بس لقيت اخوكي قصده بابا متضايق، قلت لحالي يا ولد دق الحديد وهو حامي يعني. ومن هالحكي كل هالكلام بنعرفه، وصلنا للمفيد فتوح. على شو مخططين؟ حاطين خطة مشان يحكوا مع أبوكم بالجواز اليوم. قربوا لشوف. اي فتوح، شو هي الخطة؟ هلأ عمتكم بدها تغلي الشاي. اي وبدها تحط بالشاي. اي لقدركم شباب. اي 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 مثل أهبال. كفي فتوح. اي وضريب إن شاء الله. أنا عم أقول اي اي وبدها تحط لنا بالشاي منوم. هيك لكان بدها تنادي لنا لنشرب الشاي. يلا يا اولاد تعالوا نشرب الشاي. ها سامعين؟ وبعد ما ننام بدها تحكي هي وعمكم ابو حمدي بموضوع الجواز مع ابوكم. ايوه شغلتها بسيطه. تعال الا ما بنشرب الشاي. لا تضرب شو بهيم، تضرب شو بهيم. يا شو مش هو ما نشرب الشاي، بنلاقي لنا شيء قصه ثانيه. جايين عمتي جايين. هلو يا ليت. تعو 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 قربوا اسمعوا شو رح نعمل. حرقت قلبي وانتو تعملوا معي مقالب. هلأ رح اورجيكم المقالب شلون بتصير. هلأ شوفوا. يلا تنتين أأمن. شو عمتي؟ ما خلص الشاي؟ بلا تقبرني لك تكة وبيكون عندك أطيب شاي دقته بحياتك. لك روحوا لك روحوا لك روحوا على عيونكم روحوا. ما شرب شيء شاي 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 شاي
على اليمين. على اليمين. ايه نزلهم. حلو والله. يلا حبيباتي، هاي شاي لصبحي وهي شاي لربحي. هلا بتشربوا الشاي وبتقوموا قوام على دروسكم. ايه روحي. ما شربش الشاي. فهمان علي فهمان علي. على عيونكم شو عم يطلع منكم. ايه اعطي باري. اختي نعم. ايه ما تعطيها بصينية وتجيبيهم كلهم. ايه والله لك اخي هلكت من الجلي، ينقصني جلي صينيه، بعدين يبلي بحمه هالمعجون اللي جايبينه مو نفعان ابنه. شوف ايدي شو صار فيهم. شوف ما اشربش شاي، اشرب ازوزه انا ما اشربش شاي. تفضل تقبرني، هاي شايك اخي. تفضل ابو حمدي، هاي شايك روحي. ايه عاطي بني يا عاطي بس. ايه انا بديني. عاطي هلو عاطي. ما اشربش شاي، اشرب ازوزه انا ما اشربش شاي. بس يا ولد جاهز. جاهز بابا، عندي نكته خير الله راح تحبها. عم ابو حمدي شو نكته بتجنن. هذا يا سيدي كان في اثنين بتاعته، واحد قال له للثاني قال له بت 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 شارط انه انت بت 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 بتعتي اكثر مني. قال له انا بت 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 بتعتي اكثر منك. قال له انت بتعتي اكثر مني. لا انت علقوا بعض في السوبر ماركت بوشهم. واحد قال له للثاني قال له خيو هاي السوبر ماركت، بنروح بنجيب لنا قطرميز عسل. الشاطر اللي بيجيب القطرميز قبل الثاني. وافقت. قال له وافقت. حطوا الساعه وعيروها. حط هيك اول واحد وانطلق على السوبر ماركت. دخل لجوا قال له يا طيق العافية، عندك عسى؟ قال له دب عندي. قال له بدي قطرميز عسى. عطى قطرميز. قال له قديش حقه؟ قال له حقه 100 ليرة. تكلع 100 ليرة وانطلق لعند رفيقه. قال له وقف الساعة، وقف الساعة هذا. قال له قديش طلعين؟ قال له دقيقة الثانية. حط هيك رفيقه الثاني وانطلق على السوبر ماركت. قال له يا يعطيك العافية. قال له الله يعافي. قال له عندك قطرميز عسى؟ قال له عندي. قال له بدي واحد. أما ده قال له بدك يا تبع الكيلو ولا تبع الكيلو ونص؟ قال له ما الله وفقك. خسروا. بس شلون النكتة؟ شلون ربعي؟ فتحي؟ يه ضبطي. يا حبيباتي ان شاء الله بتضلوا طول عمركم بالهنا والسرور وضحكانين. شكري. انا عاطي بالي يا عاطي بالي. خلاص خد تقبرني فتحي، هي الك وهي الي، لانه ما في شيء. لا اعوذ بالله انت، ما بدي شيء انا، ما بدي، عندي دراسه كثير. روح على غرفتي. يا لعيونه شو هاي، بس يقبر قلبي مهضوم. لك تريك من ايدك انت التاني. شو ولد صغير؟ انا صغير. بعدي حمى اني الي واني له، والله ما تعرف. انتو ما تشربوا الشاي تبعكم يعني؟ ايه هلا بنشرب الشاي.
بساعدك عمتي انا. لا 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 دبرني رجعنا محلنا. عود انت واخوك حبيب قلبي لا تتحركوا بنوم. ليش عمتي ليش؟ اخ راسي روب حساس عم يجاني يا عمتي. الحمد لله عم نشتغل مفعول الدور. ما قلت لك انا اعطي بالي عليه خلص. شيلها يا عمتي خلينا نكمل الدهر. شو هالحكي يا شو كأنه اجتني ناعوسة حاكم. أنا بعد الغداء بحب أيلي ولو أنه نص ساعة زمان. أيلك أيولي ميلك ميولي نسقك فنجان قهوة نعمل لك تبولة أهمنك يا غزيل يا غزيل. آه يا أبو حمدي يا غزيل. بس يا ولد إذا تعبان قوم نام بغرفتي أبو حمدي. لا هي ساعة زمان إذا مريت بصحى. إذا مريت قلنا لا. بس يا ولد لا بصوحي لا شباب كأنك انت التاني تابت كمان. لا تابت ولا شيء هي الكبير. كم اشتاق عجارة شوفها هلا بتفكه وهي جهاروسي بعيدة عن اسنانك ابو صبحي الفكان. ايه ما بتطلع طلع اذا بتطلع اذا بيقدر يطلع. طلع القمر غفي حبيبي غاب القمر وعي حبيبي عليت ليالي السهر يلا يجينا القمر. بس يا ولد اطلع بكرام اطلع. شو في شي عمتي؟ قمنا ملك شوي لك حبيبي مشان جسمك يعرف يرتاح. بشرط انه احكي لك حكاية. رح احكي لك حكاية حلوة كتير. معناتها زبطت. شو هي اللي زبطت؟ شو هي؟ اللعبة عمتي اللعبة. يلا ما بدك ننام. يلا تعي ننام حبيبتي تعي يا حبيبي. يلا مشربسي يلا نام نام مشربسي الشاي نعم يلا يلا يا حبيبتي تعي ننام. كان يا مكان يا قديم الزمن كان في ملك اسمه شارلمان. يريحوه يفزعوه ويخت عليها صار مسامع لومه ونحنا ما دخلنا لا حطينا منوه ولا عملنا مقالي ويخت عليها هلا حضر عليك يعني اتركهم هون. لك لا روح شق لي على عمتك. واجا لعند الملك شارلمان وقال له يا ملك الزمان يا عظيم العصر والأوان. يا لطيف يا فتحي شو هنا؟ عم سطحته وعم تحكي له حكاية. الله عليك يا فتوح شو ذكي ويخطر لنا ويخطر عليك. هلا شو بدنا نساوي؟ نحمله ومنحطهم بغرفة أبوه. لك شو نحمله ما شاء الله عليه مو شايفه بده ترين لا تنتقه. شو بنساوي؟ أنا عندي حل. منحطه على الأرض منسطحه
ومن دعب له دعب لي. بس عزمي عيب نحمله حمل ابوك هذا. اي مزبوط. اسي عليك لله. ما شاء الله اغسل عيب. ما شاء الله الله اكبر. على بعد على بعد. اسم الله عليك. اسم الله. سطحوا عمدو شكرية. بتكون ماتت شكرية. عمدو شو بدك؟ شو بدك لسه كفاية؟ شو لسه ما نمت؟ لا عمتي لسه ما نمت. يلا كفي لي الحكاية وصلنا عندك. هلا نعم بس تفيق بكفي لك يا حنان. نعم خليني أمن عليك. نروح شوف عمك أبو حمدي وأبوك شو بدهم. لك شو لسه ما نمتوا؟ وين ابوكم ابو حمدي؟ ما خبرناك يا عمدي؟ تعبوا فناموا فدخلناهم على الغرفه تبع بابا. يا لعيونكم الهي. ما اشربش الشاي اشرب ازوزه. انا ما اشربش الشاي. وعشقة ولا بكيت وقلة زوق 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 فترة غلبت على غبرة وقلة وعشقة ولا بكيت وقلة زوق 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 فترة غلبت. يا ويلي 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 يا ويل مل عيلي مل عيلي مل عيلي يا ويل. ملعيني ملعيني يا ويلي.